لم تكتفي الدولة التركية بقتلها للمدنيين وتصدير الإرهاب إلى شمال وشرق سوريا عبر مرتزقتها وأدواتها الإجرامية، لتبدأ اليوم فصلاً جديداً مكملاً لما ارتكبته من إجرام بحق الشعب السوري. مياه الفرات هي فصل العدوان التركي الجديد على سوريا، حيث عمدت الدولة التركية إلى قطع مياه نهر الفرات الذي ينبع من الأراضي التركية بهدف زعزعة حالة الأمن والاستقرار وفي إطار معاقبتها للشعب السوري. لاحظوا وخلال السنوات التي مرت نجح ولا زال ينجح وبقصد وبإصرار على قطع هذه المياه والتلاعب بالكمية المخصصة والمحمية دوليا. لا زال النظام التركي يضرب بعرض الحائط بهذه الاتفاقيات تحت ذرائع غير صحيحة وغير دقيقة، أدت إلى خلل واضح حيث انخفض منسوب المياه حتى تاريخ هذا اليوم إلى حوالي 300، طبعا المخزون هو 300.39، أي بقي لنا درجتان ونصل إلى الخطوط الحمراء وهي 299. يشهد سد الفرات أكبر السدود المائية في سوريا نقصاً حاداً بكميات المياه التي وصلت إلى مستويات مخيفة تهدد بوقوع كارثة إنسانية على مرأى العالم أجمع، حيث تنعكس هذه الآثار سلباً على تأمين مياه الشرب وقطاع الكهرباء والزراعة، مما دفع القائمون على سد الفرات إلى مناشدة العالم وجميع المؤسسات الدولية لثني الدولة التركية عن تصرفاتها العدائية بحق أبناء سوريا. على المجتمع الدولي أن يعي مسؤولياتهم وأن يوقف هذا النظام عن اعتداءاته على شمال سوريا وعن أرض سوريا وعن شعوب المنطقة، وأن يضعه في موضع المسؤولية والمساءلة الدولي. لا يفرق قطع المياه عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.